من مصر إلى العالمية. اليوم نحن نتحدث عن إبداع جيل من حقه علينا أن نعرفه، أن نتأمل إبداعه ونفخر به، مع الروائية المصرية مي التلمساني. طموحي أنا الشخصي في الكتابة هو أنه ما أكتب اليوم يبقى لمائة سنة أو لمائتي سنة بعد اختفائي. طبعاً عايزة أتوقف عند الجائزة الكبرى اللي خدتيها في الفترة اللي فاتت، وهي وسام الفنون والأداب من فرنسا. البعض من الخارج يشك، يعني يقول أنت مش مصرية قوي، فأنا أضطر أدافع عن نفسي أقول بالعكس أنا مصرية إلى حد النخاع. أقلام نسائية مصرية ترى الواقع بعيون مختلفة، موضوعاتها مختلفة، أبطالها لا يشبهون أبطال الروايات والحواديت القديمة. حوار جديد مع إبداع مصري عابر للحدود في حديث العرب من مصر، الليلة السابعة مساء على قناة مصر الأولى.